قبل ما نتابع فقراتنا ونكون مع اخر ترندز، شو في ماست هاف السنه بموضوع الموضه مع هاديه، خلونا نروح بها الجوله على صالات السينما ونشوف شو هن احلى وابرز الافلام لهالاسبوع. مي اف جو تو بريزن ات ويل بي اول ماي لايف. ضمن افلام هالاسبوع فيلم الاكشن اللبناني فيلم كتير كبير مع اناس عادي، وسام فارس، طارق يعقوب وفؤاد يمين. الاخراج لامير جان بوشعيا والكتابه لامير جان والان سعاده، عن ثلاث اخوه عم بيحاولوا يرجعوا يبدوا حياتهم من جديد بعيدا عن عالم المخدرات، ولكن هالشيء مش رح يكون سهل ابدا. بدي اعمل فيلم، شو بعوز؟ Snow has to pay for what he's done. فيلم المغامرات The Hunger Games Mockingjay Part 2 بنسخه 3D مع جينيفر لورنس وليام هيمسوورث، وهو الرابع بهالسلسله والاخير للممثل الراحل فيليب سيمور هوفمان، هو من اخراج فرانسيس لورنس اللي اخرج اول ثلاث اجزاء. Welcome to the 76th Hunger Games. والفيلم الرومانسي الفرنسي موغوا مع فانسان كاسيل وايمانويل بيركو، عن سيده بيصير معها حادث تزلج كثير خطير وبتضطر تدخل لمركز تاهيل، وهنيك بتتذكر علاقه حب قديمه. هذه الجولة على صالات السينما، ومن بعدها بنرجع على استوديو عالم الصباح. هادية موجودة وبعتقد بطالعة المواضيع يلي لازم اليوم تكون ماست هاف هي موضوع الفرو، صحيح؟ بدك تصححي لي هلا المعلومات أكثر، تفضلي هادية على الموضة. صباح الخير لكل مشاهدينا وين ما بيحضرونا، صباح الخير غادة، واكيد اليوم عندنا حلقتنا مميزة خاصة هي كل شخص منا بعمق الموسم بيتساءل شو هن المصحف، اكيد صار لنا فترة عم نخبركم شو هن المصحفات، ومثل ما بتعرفوا هالخريف والشتاء 2015-2016 غني كثير بالعناوين وغني كثير بالمصحف، وهذا الشيء عالم الموضة عم بيخلينا نتمتع فيه أكثر وأكثر، والسبب حتى يخلينا كلنا راضين، ما بدهم يزعلوا ولا حدا منا، شو مثيلنا شو منحب عم بيكون موجود. بس على طول في شغلتين يمكن منلاحظهم بيترددوا من موسم لموسم، ومنلاحظ اكثر واكثر منركز عليهم، واحد منهم اكيد كل شتويه عم نشوفه وهو الفرو. الفرو من شتويه لشتويه بنشوفه، بس لكن الشغله الفارقه هي من شتويه لشتويه عم نلاحظ انه موت الفرو عم تختلف بطريقه مختلفه، وطريقة المصممين كيف عم بيشوفوا الفرو عم بيكون مختلفة. بس أكيد ما في غنى عن القطعة الكلاسيكية من الفرو، من الفيزون، المينك، الفوكس، في قطع طول أساسية من الفرو الطبيعي ما فينا نستغني عنه أبدا. بس في بعض الأوقات كمان في بعض المصممين بحبوا يفوتوا بأجواء الفرو، أكيد الفرو الطبيعي الرائي، بس بيحبوا يتفننوا بالطرق تبعته. هالسنة الموضة منلاحظ بعالم الموضة بالتحديد، بعد ما هديك السنة عالم الموضة جن لأقصى درجة بالفرو المجنون، هالسنة منلاحظ انه ريو، منلاحظ طريقة الفرو وموديلات الفرو عم ترجع على الموديلات الكلاسيكية، بس اكيد بطريقة لتدفينا كتير بالشتاء يلي نحن بعدنا عم نصلي ان شاء الله تكون هالشتوية قوية، ونقدر لمحبين الفرو اذا بلشوا تشتروا القطع من الفرو ان شاء الله نقدر نلبسها ونتمتع فيها، خاصة نحن بلبنان. السنة الماضية تمتعنا لاقصى درجه اكيد بالقطع الشتويه وتدفينا كثير، وهالسنه اكيد ان شاء الله رح نتدفى. شو هن الموديلات الماست هاف هالسنه؟ اول شيء بالطليعه هو الفرو الابيض، هالسنه الفرو الابيض اخر موضه، بنشوف هلا بعض الصور، عملت سلكشن على بعض الصور ورح اخبركم عن الموديلات اللي لازم نركز عليها. اول شيء هون بلشنا بالصور، العنوان الثاني اللي هو شابو الهدوة،
شابو كمان كنت عم بخبركم عن عنوانين. شابو كمان هن من القطع يلي على طول بالشتويه بنفكر زياده من الصيفيه انه نلبسهم. اكيد منا لندفي راسنا من البرد ومنا لنكون مختلفين ومميزين. هالسنه كل شيء اكسسوار حكينا قبل المصهر اكسسوار الشعر يلي شفناه بالصيفيه وكفى معنا بالشتويه للمناسبات الحلوه الاكسسوارات الشعر كمان بيرجع بيجي الشابو. شابو كمان يلي هو ماست هاف على طول بالشتويه بنفكر نلبس اكثر من الصيفيه الشابو. يمكن لما نفكر بالصيفيه الشابو هو لما نكون تحت الشمس على البحر بنفكر نلبس شابو بس مش اكثر، بس بالشتويه على طول بنحب هيك نلبس الشابويات. هالسنه في عنا عده موديلات شابويات لازم نتبعهم. هلا في اكيد عده شابويات يلي هن اول شيء الستيتمنت حتى نكون مختلفين. الشابو البيريه الفرنسيه اللي رجع كثير على الموضه وكمان الموديلات الشابويات المختلفه من الصوف مع الشال والفولار اللي هالسنه شفناه كثير عند دولشي اند جابانا. هلا هون عم نشوف الفولار لمحبين الفولارات هالسنه كثير دارج بالايام العاديه. على غير انه اذا نحن من الاشخاص المتحجبات فينا كمان نلبس كمان الاشارب يا اما الشال كطريقه فاشن ستيتمنت مثل رساله معينه بدنا نوصلها. بالنسبه لهلا خلينا عم بحكي نمر الشابويات. شابو الهلمت يلي بتذكرنا بالبايكرز يلي بيسوقوا بسكلات يلي بيركبوا على الخيل. هالسنه كثير راجعين على الموضه، بس لكن مثل ما بنشوف على الكات ووكس عند عده مصممين عم نشوفهم بطريقه نوعا ما مبالغ فيها، بس هيدي هي الموضه واكيد بيختلف الانواع القماشات اللي مشتغلين عليها المصممين. في بعض من الشابويات مشغولين ومطرزين عليهم بالشك والتطريز، وفي بعض منهم مشغولين على الفرو، في بعض منهم مشغولين. هون عم نرجع بنشوف الفرو، بنرجع هيك بننتقل كمان على الفرو قديش دارج، قد ايه فينا نلبس الفرو من الجاكيتات، المعاطف، الشال، بالاضافه اكيد اذا ما جعبنا نلبس فرو، فينا نلبس الفرو على الجزدين والاكسسوار. وهون هيدي الصوره اللي عم نشوفها من احدى الماست هاف لخريف شتاء 2015 اللي هي فندي. نرجع منشوف هون اشكال الفرو يلي معمول بطرق مختلفه. هون اذا مني غلطانه هيدي القطعه عند جوتشي. وبحب ذكر انه كمان الفرو هالسنه يلي القطعه يلي هي الماست هاف من الفرو هون قبل بعدين برجع بخبركم المسار. هون البري، البري هي من نحن وصغار بنعرف انه البري دارجة على لبسناها على كل الالوان. هالسنه في هيدي القطعه لازم نرجع نشتريها، فينا نلبسها بعده طرق، فينا نشتري البري المبالغ فيها، البري الصغيره، واكيد نتجرأ بلبس الالوان. اذا طلع بينا نلبس الوان ساده فينا نلبس البري من لون كثير فلاشي. هون الاحذيه هالسنه، الاحذيه مثل ما خبرتكم قبل، الاحذيه هالسنه كلياتها مثل تسلي فانتزي كمان رساله مميزه. هون عم نشوف حتى الاحذيه مصممين الازياء عملوا الفرو على الاحذيه بطريقه مرحه ومسليه. هاي كمان في عند جوتشي كمان منزل الاحذيه من الفرو يلي كلياتها فن بطريقه كثير حلوه. هون عم نشوف كمان موديلات الفرو. هون كنا عم بقول كيف الفرو الماست هاف. هو الفرو الماست هاف هالسنه هو الباتش ورك. الباتش ورك اللي بذكرنا بفتره السبعينات، وهالسنه من احدى العناوين اللي هي طاغيه. الطاغيه هي الفرو كل شيء باتش ورك. كمان انعكس الشغل الباتش ورك على الفرو يلي انعمل. في بعض من المصممين استعملوا عده انواع من الفرو
بطرق مختلفة. ومن القطع المسها من الفارو هو الفارو الجيلي. هون شايفين هيدي القطعة اللي هيك مثل هيك مثل الكبير مثل الدبدوب الصغير، بس هيدا اللوك اللي كتير دارج هالسنة وأكترية المصممين حبوا يصمموا. هون عم نشوف الشغل الباتش وورك على الفارو بطريقة مميزة. وبحب ذكر كمان شغلي اللي كتير دارجة لهالشتوية وفيكم تتبعوها كمان، هي الشابو مع الفولار، وكمان الشابو مع الفرو والفولار بنفس الوقت. ومن الفرو هالسنة بعد استعمال هون شو اسمه عم نستعمل، عم نشوف الشابو يلي هي معمولة مثل الهلمت اللي هي الماست هاف ماست هاف ماست هاف. هون شفناها عند لونفام. هيدا المعطف من الفرو الابيض هون من عند لوي فيتون، بس كمان عدد كتير كبير من المصممين حبوا يفوتوا بهالاجواء الفرو اللون الابيض. نرجع هون البغي عن ميزون مارتن ماجيلا. هلا اكيد هون اللوك مبالغ فيه من المكياج الملون كتير، بس اذا ملاحظين اللباس هو كتير سوبر وكتير كلين. نرجع الفرو الباتش وورك هون مشغول على الكمام يلي كتير دارج وعم ينشاف بقوة هالسنة على اهم الكات ووكس لخريف شتاء 2015-2016. وهيدي القطعة عم نشوفها عند مارك جايكوب. ومارك جايكوب هون هالسنة ركز على التركيز على الباتش ووك على الكمام بالتيار اللي عامله، ياما بوليغو اللي عملوا مع الفرو. وهون الباتش وورك من اللون الابيض والاسود يلي هون بذكرنا بالدلميشن. هون بنرجع بنشوف كمان البيغي على كل الكات ووكس من عند بول اند جو مع لبسينا مع المطبع. وكمان هالسنه بحب ذكر انه اذا بدكم تلبسوا الشابو كمان فيكم تلبسوا الشابو اللي بتلبقوها مع الجاكيت التياب كلياته كتوتال لوك من الشابو. فاذا الماست هاف هالسنه هلا رح يبلش البرد، ان شاء الله يكون برد كثير، بس فيكم تبلشوا تستثمروا القطع الحلوه من الفرو. بحب ذكر انه بيخلصوا القطع الحلوه بسرعه بسرعه، وبتخيل خلص الوقت بس في شغله مالته للغير محبين الفرو الاصلي هالسنه كمان كثير دارج الفو فورور الفرو المش اصلي. وفي كثير مصممين ميرسي هذا انت من الاشخاص ما بيحبوا الفرو. هلا في ناس بس بقول هي انا ما بحب الفرو بس فيني البس فرو ارنب، يعني بحبوا الفرو. على كل حال لكل محبين الفرو الاصلي والغير اصلي هالسنه كثير دارج، وما عليكم الا تفكروا تستثمروا قطعه اللي هي فيها تكون المعطف الطويل، المعطف القصير، الجاكيت القصيره من الفرو، والجيله كمان من الفرو، وبالنهايه الشابو اللي هو الماست هاف. اوكي اوكي باي، لانه رحنا فيها تخنت. هلا لك ما هي بس لانه في شابو بدأ، لو ما هيك ما هو بعرف بعرف انت اعطيتيني الوقت، بس ليكي رح اقول المره الجاي رح نعمل شابو وكل هدول الاشياء المصهب اللي كنا عم نحكي عنهم رح نجيبهم لايف على الاستوديو. مرسي لك هادية. رح انا وياكي غدا بريك نحن واكيد المشاهدين اللي عم بيتابعونا خليكم معنا.